لا تزال أصداء الضربة الصاروخية الأمريكية لقاعدة الشعيرات السورية تتردد في الولايات المتحدة، حيث خرجت مظاهرة في مدينة نيويورك ضمت سوريين أمريكيين احتجاجا على الضربة وعلى أي تدخل عسكري أمريكي في سوريا. أتظاهر ضد التدخل في سوريا، فمثل ما هي كل مرة تتهم دولة بأمر ما ثم تقفز أمريكا في المسألة وتضرب ذلك البلد من دون أي تحقيق أو إجراءات سليمة. كما نظم مؤيدون للرئيس السوري بشار الأسد تجمعا في مدينة ألنتاون في ولاية بنسلفانيا للتنديد بالضربة، معتبرين أنهم لن ينتخبوا الرئيس دونالد ترامب لفعل ذلك. لقد صوتنا للرئيس ترامب لأنه وعد بأن لا يلعب دور شرطي العالم وأنه سيعيد العظمة لأمريكا. يجب أن ندع الجيش السوري يعالج ما يحدث في سوريا، دعونا ندعمه ليقضي على داعش والإرهابيين. في المقابل كان للضربة وقع إيجابي على أمريكيين سوريين يعيشون في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان، رأوا فيها بقعة ضوء في نفق الأزمة المظلم وتحركا طال انتظاره. إن الأمر يشبه شعاع الضوء في الظلمة، إنه أمر رائع بالنسبة لنا، رغم أنني أعرف أنه سيكون من المستغرب أن تفرح وبلادك تقصف، ولكن بعد 6 سنوات أو لربما بعد عقود من الوضع في سوريا، أعتقد أن ما جرى اليوم أمر جيد. آمل أن نكون أخيراً وجدنا الشخص الذي سيساعد السوريين. كما أعرب أمريكيون سوريون في مدينة هيوستن بولاية تكساس عن سعادتهم بالخطوة الأمريكية، مطالبين برفضها بدعم للمعارضة المعتدلة. أنا متشجع حقا من رد فعل إدارة ترامب هذه المرة. ريكس تيلرسون صرح اليوم بأننا يجب أن نخلص سوريا من نظام الأسد القاتل، وهذا ما نأمل أن يتحقق ليس من خلال وضع جنود أمريكيين على الأرض، بل من خلال دعم المعارضة المعتدلة. سمة الانقسام في الآراء التي رافقت الأزمة السورية داخل البلاد وخارجها لا تزال تبدو ثابتة في المشهد السوري، لكن مراقبين يرون في الخطوة الأمريكية الأخيرة تحريكا للمياه السورية الراكدة.